يبدأ نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ومستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان اليوم في موسكو محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لبحث التحضيرات الجارية لمؤتمر جنيف 2 ومساعي موسكو لاستضافة لقاءات غير رسمية تجمع أطرافا من المعارضة مع الحكومة السورية. وفي هذه الأثناء أعلن رئيس الائتلاف المعارض أحمد الجربة عن موافقته المبدئية على زيارة موسكو، لكنه آثر ألا تكون في موعد أو في الموعد الذي حدده الجانب الروسي بين 18 و22 من الشهر الجاري كي لا تتزامن مع زيارة الوفد الرسمي السوري متذرعا بارتباطات سابقة. الجربة عبر عن اهتمام الائتلاف بإجراء محادثات مع المسؤولين الروس على أن يتم تنسيق الزيارة بين الجانبين لتحديد موعد جديد لها. وبموازاة الحراك السياسي الذي تشهده موسكو، سجلت الساعات الماضية تطورات ميدانية جديدة كان أبرزها إعلان لواء التوحيد المعارض عن مقتل قائده عبد القادر الصالح متأثرا بجروحه كان قد أصيب بها جراء غارة للطيران السوري استهدفت اجتماعا لقادة المسلحين في حلب. ويتزعم الصالح الملقب بحجي مارع لواء التوحيد وهو مجموعة من الكتائب المسلحة التابعة للجيش الحر أعلن عن تشكيلها عام 2012. وقد أصدر لواء التوحيد بيانا في الأسبوع الماضي إلى جانب عدد من الجماعات الإسلامية من بينها جبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة، أعلنوا فيها حالة الطوارئ واستدعاء المقاتلين لمواجهة التقدم الميداني الذي يحققه الجيش السوري في حلب. من جهته أعلن لواء درع العاصمة المعارض مسؤوليته عن تفجير مبنى إدارة المركبات في ضاحية حرسة، وبثت مواقع المعارضة تسجيلا لعملية التفجير التي استخدم فيها المسلحون أحد الأنفاق. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض إن عملية تفجير استهدفت قاعدة للجيش السوري أسفر عنها مقتل أكثر من 30 جنديا سوريا بينهم ضباط. الجيش السوري من جهته سيطر على مزيد من المواقع في محيط مطار حلب الدولي بينها قرية دويرينا شرق المطار وقرية الزرزور شماله، كما أحكم سيطرته على حي النقارين وعدد من المواقع الاستراتيجية الهامة منها تلة النبي يوسف المطلة على المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة شمالا. التطورات الميدانية وخارطة المعارك في سوريا نستعرضها مع محمد محسن في هذا التقرير. السلام عليكم. المعارك تتركز في الأرياف والبداية مع منطقة قارة في ريف دمشق الشمالي. هناك أكمل الجيش السوري طوقه حولها من جهة الأوتوستراد الدولي، كما التف إلى التلال المحيطة بها وسيطر عليها، ما أتاح له سيطرة بالنيران. هناك يبدي مقاتلو المجموعات المسلحة مقاومة عنيفة لإعاقة تقدم الجيش الذي سيطر على بعض الأحياء. وهناك أيضا يقاتل الجيش نخبة المقاتلين في المجموعات المسلحة حيث يبرز لواء الإسلام وأيضا جبهة النصرة. إلى ريف دمشق الجنوبي حيث يتقدم الجيش ببطء في ببيلة، لكن اللافت في هذه المناطق هو اعتماد الجيش على التقدم بدلا من سياسة القدم. ببيلة ليست بأهمية منطقة الحجر الأسود، هذه المنطقة تربط مناطق جنوب دمشق ببعضها وتصل حي التضامن بمخيم اليرموك، وهي الأماكن التي ما زالت بجزء كبير منها تحت سيطرة المجموعات المسلحة. الآن إلى اللاذقية، تتحدث المصادر العسكرية عن إحباط محاولة تسلل إلى عدد من قرى ريفها الشمالي خصوصا في منطقة صلنفة، كما تابع الجيش قصف معاقل المسلحين في منطقة سلمة وهناك دمر راجمة صواريخ. كل ذلك يحصل بالتوازي مع تقدم في ريف حلب الجنوبي وبموازاة أهمية السيطرة الميدانية على خناصر والسفيرة وطلحة واللواء 80 المكلف حماية مطار حلب، تبرز أهمية فتح الطريق إلى مدينة حلب بشكل مريح، فتح يؤمن الإمدادات العسكرية وحاجات سكان المدينة. هذا كل شيء، الآن عودة إلى متابعة النشرة.
أفادت مصادر أمنية في القاهرة أن المقدم محمد مبروك ضابط الأمن الوطني الذي اغتيل مساء أمس هو الذي أعد محضر هروب رئيس المعزول محمد مرسي وقيادات الإخوان من سجن وادي النطرون. وبحسب المصدر عينه كان الضابط المستهدف يتولى جمع التحريات والمعلومات في قضية محاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم في سبتمبر الماضي. وأشار المصدر إلى أن مسلحين ملثمين أطلقوا النار على الضابط الأمني قرب منزله في مدينة نصر في القاهرة. سياسيا، وضعت الحكومة المصرية شروطا لقبول مبادرة تحالف دعم الشرعية للحوار والخروج من الأزمة. على رأس هذه الشروط تقديم ضمانات، منها اعتراف الإخوان المسلمين بخارطة المستقبل وشرعية 30 من يونيو، والاعتذار للشعب عما بدر منهم من استغلال الدين في السياسة. الإفراج عن المعتقلين، لا يجوز الحوار مع أطراف وهم في السجن. عدم إعلان تحالف دعم الشرعية صراحة عودة الرئيس السابق محمد مرسي إلى منصبه كشرط للدخول في حوار مع السلطة الحالية جاء كمتغير ولو طفيفا في موقف جماعة الإخوان. ففي خطوة تراجعية دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية إلى بدء حوار وطني شامل مع كافة الأطراف للخروج من المأزق الحالي وإنهاء ما أسموه بالانقلاب العسكري. لا يرفض التحالف أي جهود جادة ومخلصة تستهدف حوارا سياسيا جادا للخروج بمصر من أزمتها وفقا للقيم الحاكمة السابقة والتوافق حول ولو التوافق لتحقيق الصالح العام للبلاد. الحكومة لم ترى أي جديد في هذه الدعوة، إذ إنها لا تتضمن اعترافا بشرعية 30 من يونيو وما ترتب عليها، ووضعت شروطا لقبول مبادرة تحالف دعم الشرعية الذي تقوده جماعة الإخوان. لابد قبل أي اتصال من الاعتراف ب 30 يونيو ثورة شعبية، وإن خارطة الطريق هي الخارطة التي اختارها الشعب المصري لكي يقيم الدولة الحديثة. دعوة تحالف دعم الشرعية للحوار وإن اتسمت بالمرونة النسبية هذه المرة، إلا أنها ما زالت في نظر الدولة والقوى السياسية والثورية فيها تعجيزية، لكونها تتمسك بالشروط التي قامت ضدها ثورة 30 من يونيو. محمد العارف، القاهرة، الميادين. وإلى جانب التوترات الأمنية والسياسية التي تعيشها مصر، عاد مسلسل حوادث السير القاتلة إلى الواجهة، حيث قتل 22 شخصا على الأقل، فيما أصيب 28 آخرون جنوب القاهرة إثر اصطدام قطار بحافلة ركاب صغيرة وسيارة بحسب ما أفادت به مصادر رسمية. وشهدت مصر في السنوات الأخيرة العديد من حوادث القطارات الكارثية، بينها مقتل أكثر من 40 تلميذا كانوا على متن حافلتهم المدرسية حين اصطدمت بأحد القطارات. هجوم عنيف على إيران شنه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الذي يزور الأراضي المحتلة. نتنياهو وصف توصل الغرب إلى اتفاق مع إيران بالكابوس، أما هولاند فدعا إلى تشديد العقوبات على إيران وعلى خط المفاوضات. اعتبر نتنياهو أن على الفلسطينيين تقديم تنازلات والاعتراف بيهودية إسرائيل للاعتراف بالدولة الفلسطينية. علاقات تاريخية وطيدة وامتنان إسرائيلي لفرنسا على دورها المساند لإسرائيل في الحرب والسلم. بالتعبير عن هذه الروح، استقبل الرئيس الإسرائيلي شمعون بيرس نظيره الفرنسي فرانسوا أولاند. الملف الإيراني هو محور الزيارة الأبرز. حلم طهران في التوصل إلى اتفاق مع الغرب هو كابوس للعالم، والعرض الذي تلقته إيران في مباحثات جنيف مع الغرب يهدد بانهيار نظام العقوبات الذي استغرق إقراره سنوات. امتلاك إيران سلاحا نوويا أمر ممنوع، لأن ذلك سيهدد المنطقة والعالم بما فيه فرنسا وإسرائيل. زيارة الرئيس الفرنسي الذي قال إن بلاده تأخذ بعين الاعتبار الموقف الإسرائيلي فيما يخص الشأن الإيراني، تأتي بعد أيام على إفشال فرنسا للمفاوضات الدولية مع إيران في جنيف بشأن برنامجها النووي، ما يراه مراقبون دليلا على تشكل تحالف استراتيجي جديد. كل صراع يخلق تحالفات جديدة ويخلق ميزان قوة جديد، وأنا في اعتقادي هذا نوع من التحالف أمام عدم التوافق الأمريكي الإسرائيلي، لا أقول خلاف أمريكي الإسرائيلي، لكن عدم التوافق الأمريكي الإسرائيلي في موضوع الإيراني وأيضا موضوع السوري.
3 أيام يزور خلالها أولاند مواقع إسرائيلية ذات خصوصية صهيونية، عطفا على خطابه المتوقع في الكنيست ولقاءاته الرسمية مع الساسة الإسرائيليين حول تعميق العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين. وساعات قليلة فقط سيقضيها في رحاب السلطة الفلسطينية. من الواضح أن جدول أعمال الرئيس الفرنسي مثقل بالملف النووي الإيراني، وليس لقاؤه المنتظر بالقيادة الفلسطينية سوى دبلوماسية ضرورية تضاف إلى بروتوكول الزيارة. هناء محميد من القدس المحتلة، الميادين. الفصائل الفلسطينية في غزة استنكرت زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى الأراضي الفلسطينية والقدس المحتلة واعتبرتها اعترافا بيهودية القدس العربية الإسلامية. زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند إلى الأراضي الفلسطينية والقدس المحتلة قوبلت بالرفض من قبل جميع الفصائل في غزة باستثناء حركة فتح. أولاند غير مرحب به، وزيارته كما تراها الفصائل تأتي فقط لشرعنة الاحتلال. نحن ندين هذه الزيارة ونستنكرها. الزيارة تأتي في إطار تكريس القدس كعاصمة أبدية للدولة الصهيونية، وهذا بالتأكيد تحول خطير في السلوك الأوروبي باتجاه الانحياز إلى الكيان الصهيوني. زيارة القدس في هذه الظروف تعني أن العالم يعترف بشرعية الاحتلال وشرعية وجود الاحتلال على أرض مدينة القدس. هذا الحقيقة يتنافى تماما مع القوانين الدولية، يتنافى تماما مع مبادئ العدل والحرية والإنصاف. الزيارة لا تصب إلا في خانة النفاق السياسي كما تؤكد الفصائل اليسارية، وهي مرفوضة جملة وتفصيلا. هذه الزيارة زيارة ستدعم الاحتلال الإسرائيلي، ستدعم المفاوضات التي نرفضها، ونقول أنها مفاوضات لن تكون إلا لصالح الاحتلال الإسرائيلي وعلى حساب الحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية، وبالتالي هذه الزيارة مرفوضة. زيارة أولاند في توقيتها وما سبقها من مواقف له داعمة لإسرائيل تعيد إلى الأذهان زيارة رئيس الوزراء الفرنسي السابق ليونيل جوسبان قبل سنوات، وكيف استقبله حينها طلاب جامعة بيرزيت بالحجارة احتجاجا على وصفه أنشطة حزب الله بالإرهابية. بفارغ الصبر تنتظر إسرائيل زيارة أولاند، فهو صديقها المقرب كما وصفه نتنياهو. زيارة محددة المدة لكن أبعادها تتجاوز كل الحدود كما تقول الفصائل، وتكرس الاحتلال والاستيطان. لنا شاهين غزة، الميادين. دعا المجلس المحلي لمدينة مصراتة ووزراء ونواب المدينة إلى الانسحاب من الحكومة والمؤتمر الوطني، كما طالب ثوار مصراتة بالانسحاب من العاصمة وتحميل الحكومة مسؤولية حماية طرابلس. في هذه الأثناء اقتحم عشرات المتظاهرين في ليبيا قاعة المؤتمر الوطني العام للمطالبة برحيل الميليشيات عن طرابلس، فيما أكد مسؤول أمني ليبي خطف نائب رئيس المخابرات مصطفى نوح بعيد وصوله أمس إلى طرابلس قادما من رحلة في الخارج. الميليشيات القادمة من مدينة مصراتة كان لها الدور الأبرز في الأحداث الأخيرة التي شهدتها ليبيا. مزيد من التفاصيل عن ميليشيات مصراتة مع غدي غنطوس. السلام عليكم. تعاظم دور مدينة مصراتة ومقاتليها في ليبيا بعد سقوط القذافي، وتقع هذه المدينة الساحلية على بعد نحو 200 كيلومتر إلى شرق العاصمة طرابلس. يتردد في ليبيا أن مقاتلي الزنتان ومصراتة هم من حرر العاصمة طرابلس وأسقطوا نظام القذافي في العام 2011، لكن سكان العاصمة يرفضون هذا الكلام ويشددون على أن الثورة قام بها كل الليبيين من دون استثناء. غداة سقوط القذافي في انتقل قادة الحرب في مصراتة إلى العاصمة طرابلس ونصبوا قواعد عسكرية لميليشياتهم. اليوم أصبح دور مصراتة محوريا في الشأن الليبي. تمتلك الميليشيات مخزونات هائلة من الدبابات والصواريخ والأسلحة الصغيرة في مدينة مصراتة، أغلبها تمت مصادرتها من القوات الموالية للقذافي. القوة العسكرية والسلاح الموجود في مصراتة يدخل المدينة في منافسة على السلطة والنفوذ مع العاصمة طرابلس. ففي مصراتة 6 كتائب تضم أكثر
من 200 وحدة، وتمتلك الكتائب عددا من مخازن السلاح في مواقع مختلفة. فبحسب رويترز فإن الأسلحة التي يمكن أن تكون موجودة هي 38 دبابة و9 مدافع آلية و16 مدفعا ميدانيا وصواريخ جراد روسية الصنع وقذائف مورتر وقذائف مدفعية، ومن بين الأسلحة الأخرى عشرات منصات الصواريخ التي تم نزعها من طائرات الهليكوبتر وصواريخ مضادة للدروع فرنسية الصنع. الترسانة تتوزع في مصراتة والمناطق الواقعة على مشارفها. عودة إلى متابعة النشرة. استعاد الجيش السوداني السيطرة على مدينة أبو زبد غرب كردوفان بعدما سيطرت عليها حركة العدل والمساواة. المتحدث باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي سعد قال إن قواته تواصل عملها في تأمين المدينة. حركة العدل والمساواة. سياسيا، أعلنت مجموعة الإصلاحيين المفصولين من صفوف حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، أعلنت أنها غير معنية بمهلة الأيام العشرة التي منحها لهم مجلس شورى الحزب للتراجع عن مواقفه أو سريان قرار فصلهم. عشرة أيام فقط أمهلها مجلس شورى الحزب الحاكم في السودان للقادة الإصلاحيين الثلاثة المفصولين للتراجع عن مواقفهم أو سريان قرار فصلهم بعد أن تقدموا بمذكرة للبشير طلبوا فيها بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية عقب احتجاجات أيلول سبتمبر الماضي. الموافقة على إعفاء هؤلاء الإخوة الثلاثة من عضوية المؤتمر الوطني وعلى أن لا يسري هذا القرار الآن وفورا، يسري بعد 10 أيام. غازي صلاح الدين رئيس تيار الإصلاحيين والمفاوض الحكومي السابق قال إنه وزميليه الشيخ حسن عثمان رذي وفضل الله أحمد عبد الله تجاوزوا قرار فصلهم حتى قبل صدوره. بالنسبة لنا نحن هذا القرار لا يعني شيئا، ليست له موثوقية، ليس لدينا أدنى احترام له، وهو قرار يرمي قصدا الى اذلال الذين يعني خرجوا على 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 على, على بيت الطاعه هذا وعلى هذه المؤسسات الصوريه، وبالتالي هو يعني ليس بشيء يعني. وينتظر الشارع السوداني طريقا ثالثا في صفوف اسلامي السودان باصرار مجموعه الاصلاحيين على تاسيس حزب سياسي جديد. حالة الطلاق التي أوقعها المؤتمر الوطني للحاكم على وجوه بارزة من قادته الإصلاحيين تركت الباب مفتوحا للتراجع ولو إلى حين، لكنها خطوة تبقى لها تداعياتها السالبة على البيت الداخلي للحزب. محي الدين جبريل من العاصمة السودانية الخرطوم، الميادين. تستضيف الكويت الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الأفريقية المزمع انعقادها يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وتركز القمة على قضايا اقتصادية وتنموية واستثمارية. شركاء في التنمية والاستثمار وبعيدا عن الخلافات السياسية، هذا هو الشعار المعلن للقمة العربية الأفريقية في الكويت، لكن هذا لا ينفي وجود لقاءات جانبية ستناقش خلافات سياسية كالخلاف بين السودان وجنوب السودان والصراع في الصومال. المصالح الاقتصادية هي اللي تربط كثير من الناس، حتى لو اختلفون يعني شوف خلينا يعني كمان الآن اكو ناس مثلا مسلم مع مسيحي، ها شنو الشراكة؟ شراكته في مشتركين في مصنع أو تجارة واحدة، فهذا قاعد يربطهم مع بعض، فبالتالي يتم الدمج هذا، وبالتالي العملية الاقتصادية تذيب الفوارق وتقرب الناس. 61 وزير خارجية عربيا وأفريقيا التقوا في اجتماع مغلق ضمن الاجتماعات التحضيرية، وأقروا 3 نقاط أساسية سيناقشها قادة الدول المشاركين، وهي مكافحة الهجرة غير الشرعية بين الدول الأعضاء، ومكافحة الإرهاب، وزيادة الاستثمار العربي والخليجي تحديدا في القارة السمراء. ملفات كثيرة عالقة بين العرب والأفارقة لن تناقش في هذه القمة، وعلى رأسها سد النهضة الأثيوبي الذي قد يتسبب بأزمة مائية للمصريين. أولا مسألة بين دول المنبع ودول المصب، وهذه الدول أيضا يعني اختلفوا، هناك في اتفاقيتين في مصر والسودان تمسكوا باتفاقية 59 و29، وإثيوبيا والثمانية دول تمسكوا باتفاقية عن تبرة التي وقعت 2010، فبالتالي لا يوجد مبرر لتدويل ملف المياه وطرحه في التعاون العربي الأفريقي، وما مطروح لكن هنا وهناك بعد الجهات تروج هذه، لكن لا أساس له من الصحة.
المقعد السوري لم يشغله أحد في قمة الكويت، على عكس القمم العربية السابقة التي غالبا ما تستضيف ممثلين عن المعارضة. قمة جميع ملفاتها تنموية واستثمارية واقتصادية، اختارتها الكويت تجنبا لعدم إقحام المشاركين في خلافات سياسية تحتاج إلى قمم لإيجاد حلول لها. محمد السواد من الكويت، الميادين. والآن إلى عناوين أبرز عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم. هبة الله بيطار، هبة صباح الخير. صباح الخير لك دينا، صباح الخير مشاهدينا. البداية من لبنان وصحيفة الأخبار. الأخبار في القلمون. قرار عسكري كبير بعد اتصال بوتين بالأسد، والربيع الإيراني قد يزهر سوريا. في الأخبار أيضا عرسال تنوء تحت ثقل النزوح القلموني، 2200 عائلة خلال يومين. وجيش الإسلام، القلمون عاصمتنا وحرب النظام عليها إعلامية. من صحيفة الأخبار إلى صحيفة القدس العربي ونقرأ فيها تايمز: إسرائيل والسعودية تخططان سرا لهجوم ضد طهران، ووزير الدفاع البريطاني: لندن لن تتخلى عن حلفائها بالخليج. بيريز: إذا امتلكت إيران القنبلة الذرية فكل دول المنطقة ستحذو حذوها. النظام السوري يستعد لمعركة القلمون بقصف مكثف على مدينة قارة، مقتل 31 جنديا بانفجار قرب دمشق، ونزوح سوري لعرسال خوفا من المعارك. أيضا في القدس العربي: ليبيا، الحكومة تعلن استلام قوات الجيش لمنطقة غرغور بطرابلس، خطف نائب رئيس المخابرات الليبية. إلى مصر: الحكومة تعلن شروطا لقبول مبادرة الإخوان للحوار، بينها الاعتراف بالنظام ووقف العنف والاعتذار. من صحيفة القدس العربي إلى سوريا وصحيفة الوطن: انهيار كبير للمسلحين في قارة وتأمين تحويلة بين دمشق وحمص، الجيش يسيطر على منطقة المعامل والمحالج بحلب ويتقدم في ببيلة وعينه على يلدا. الوفد السوري يبدأ برنامج زيارته المكثف اليوم، مباحثات بين لافروف وكيري حول جنيف 2، والجربة يوافق على زيارة روسيا. من الوطن إلى صحيفة الشرق الأوسط وفيها طرابلس: تعلن العصيان المدني احتجاجا على حرب الميليشيات، اختطاف نائب رئيس المخابرات الليبية. إلى سوريا: قذائف الهاون تمطر دمشق الغارقة في الظلام، مراقب إخوان سوريا للشرق الأوسط: مؤتمر جنيف لن يصل إلى نتائج. ووزير خارجية اليمن: فيدرالية الإقليمين مرفوضة. قال للشرق الأوسط إن الرئيس هادي سيقدم مقترحات أمام قمة الكويت تتعلق بالتنمية. نبقى في اليمن ولكن مع صحيفة الثورة وفيها لجنة حكومية لاستقبال المرحلين من السعودية. في الثورة أيضا: السلطات المصرية تشترط على الإخوان الاعتراف بالواقع الجديد قبل أي حوار. الختام من الجزائر مع صحيفة البلاد: تفكيك شبكة دعم دوليا للإرهاب وحجز أسلحة مهربة من ليبيا، عناصرها من جنسية جزائرية وتونسية ومالية. أما العنوان الأخير: النيجر يوقف العشرات من أفراد الشرطة والجيش حاول الهجرة نحو الجزائر. مع هذا العنوان نصل إلى ختام هذه الفقرة، نلتقي مجددا في برنامج آخر طبعة. أما الآن نعود إليك دينا. شكرا لك هبة. أما الآن فإلى فقرة الماضي الحاضر.